اللي انطلقات منه العافية سميتو دوار الخزارية. من بعد مباشرة عبر تفير ريش وأزهر انتقلت لباب سوق شجرة، امتدت من بعد المرباط ثم سيدي بو الحسن، وبالضبط المنطقة اللي جاية ما بين سيدي بو الحسن وعين الرحال اللي كتسمى إيسنسا أوغي. بالنسبة للوصول ديالها ليت بوعزة خلاها تدوز مباشرة ليت عبد الواحد ثم إيت عاشور ثم أغبال ليت عبد الحميد، ووصلت حتى لسد بابلوطة تقريبا اللي بالنسبة للمناطق اللي قاستها العافية حاليا. وبالنسبة للخسائر اللي كاينة خسائر على مستوى المنازل وخسائر فادحة بالنسبة للتبان والأعلاف والشعير والقمح، لأن صدفات العافية موسم نتاع الحصاد، وبالضبط الناس كانت حصدات الزرعة ديالها وحاطها في النوادر باش تدرسو وضيف لذلك آلاف من الأشجار نتاع الزيتون اللي هي في ملك الساكنة، وأشجار الخروب وأشجار أخرى مثمرة. هادشي غادي يتسبب في واحد الكارثة خطيرة جدا بالنسبة للساكنة، لأن في المستقبل إلى الزيتون مشى الخروب مشى اللي هما المورد الرئيسي نتاع هاد الساكنة، فراه ما غيلقاو باش تا باش يعيشوا. هادي في ذلك كاين الناس اللي مازال كتعتمد مثلا على الرعي وتربية الأغنام، حتى هاد الكسيبة دابا بحكم أن الغابة كلها تحرقات، الحصيدة كلها تحرقات، المخزون نتاع الاخر التبن الشعير حتى هو تحرق، راه الكسيبه غادي يكون الماء ديالها انها تمشي للنفوق تموت. وزيد كاينين الناس مثلا اللي كانوا كيعتمدوا مثلا على شويه نتاع السقي، كيديروا شويه الخضره كيديروا. دابا المشكل هو انهم كانوا كيجيبوا الماء غالبا بالنسبه للدوار بعد اللي كان عارف عين الرحى ثم دوار مربط، كانوا كيستغلوا لابونت باش كيجيبوا مثلا الماء من واحد الواجهه لواجهه اخرى، مثلا واحد الواجهه في الواد ما كيكونش فيها الماء كيجيبوا من الواجهه المجاوره، كيجيبوا الماء في التيويات كيجي هباط للواد وكيجي طالع الماء معروف عليه باش ما هبط باش كيطلع. دابا ديك التيويات بفعل الحرائق تحرقوا كاملين. وكنزيد كنأكد عاوتاني على شبكه الكهرباء اللي تضرات بواحد الشكل كبير وكبير جدا، واصلا كان مشكل في الشبكة بحيث أن جل الأعمدة خصوصا الخشبية كانت تساقطات، وكانت مثلا أسلاك توصيل الكهربائي كلها طيحة في الأرض. كنا رسلنا مجموعة من الشكايات اللي تلزم أن وكالة أو قطاع الكهرباء سيعاود يجدد هذا الشيء كله، وخص المسؤولين يفكروا في واحد الاستراتيجيه اللي هي لا تكون يعني ناجعه ويكون عندها واحد التاثير او واحد المفعول ايجابي على الساكنه، يشوفوا شنو هو الحل. راه ما يمكنش ظرف هذه الخمس سنين الجايه ولا هذه الاربع سنين الجايه حتى ولو تمت الاعاده نتاع غرس هذه الاشجار ان الوضعيه تولي كما كانت من الاول. يعني واش هاد الناس غيتسناو مثلا 5 سنين ولا 4 سنين عادي يوليو كيحصلوا على المنتوج ديالهم على هاد التمور اللي قلنا الزيتون الخروب وما جاورهما باش يسوقوا هاد المنتوج ويكون عندهم واحد المريض قار باش يعيشوا ولادهم فين غيمشي، يكون عندهم حل واحد هو جو بونسي. الا ما كانش شي حل جذري وناجع انهم خصهم يديروا هجره جماعيه مثلا في اتجاه مدينه تهلو اللي هي اصلا كتعيش مجموعة نتاع المشاكل على المستوى التنموي المستوى الاقتصادي على المستوى نتاع العمران، بحيث ان هذا القانون الجديد اللي جا نتاع العمران حط مجموعة نتاع التعقيدات والشروط التعجيزية اللي غتخلي هاد الناس غتكون عندهم استحالة انهم مثلا يقدروا يتوفروا على مسكن. وحتى ولو كانت مثلا قلنا تعطات لهم تسهيلات وكانت عندهم مثلا حاله اعتبروهم حاله استثنائيه وعطاوهم تسهيلات، ما غادي يجيبوا هاد الفلوس اللي غادي باش غادي يبنيو. واللي نفترض ها هما بناو باش شنو يخدموا هاد الناس كيعرفوا غير الفلاح. واضيف لذلك الاخر بالنسبه للمعلومات او داكشي اللي سبق لي هضرت عليه كيتعلق بما هو خاص بالممتلكات الساكنه بالنسبه للغطاء الغابوي، فراه هاد
هذا الحريق تسبب في واحد الكارثه اللي ممكن نسميوها كارثه بيئيه وايكولوجيه على جميع المستويات، بحيث الالاف ولا باش نقول كم مئات الالاف نتاع الاشجار والبعض منها اللي هو نادر تعرضت للحريق. وفاش كنقول لك الاشجار النادره، هنايا كنتحدث على شجر البلوط، ما يسمى على المستوى العلمي شين لياج، اللي كتميز به منطقة بابا زهر عين الرحاء، أو منطقة بابا زهر عين تسليت، بالنسبة للتقسيم على مستوى المياه والغابات. وهذا الشين لياج اللي كنهضر عليه شجر البلوط، وفيه بعض الأشجار اللي هي معمرة، ممكن العمر ديالها يكون كيتجاوز 100 سنة ما قبل الاستعمار. وهذا النوع تاع الأشجار اللي هي أشجار مثمرة، واللي هي بالدور ديالها كتعطي واحد النوع تاع الثمار اللي هي كتعد واحد الغذاء غني بالنسبة للمواشي، هذا النوع تاع الأشجار كتتواجد أيضا فقط بغابات معمورة، وهي كنقول لك أشجار نادرة وصعوبة بمكان، بحيث غتولي تزرعها وتولي تكبر وتولي كما كانت من قبل. وأضيف لذلك بعض الأشجار ذات الارتفاع الصغير يعني متوسطة القد، وشجر الصنوبر، وأضيف لذلك مجموعة من الأنواع تاع الحيوانات اللي غتكون تحرقات مع زحف الحريق على مجموعة المناطق. نديرو مثلا الحلوف، ما يسمى بالحلوف، أو أعتذر، ما يسمى في الثقافة نتاع الدواوير الحلوف. وكاين بعد النوع نتاع الأرانب، بعد النوع نتاع الثعالب، ومجموعة نتاع الأنواع نتاع الطيور. وما أود أن أختم به هذا الحوار هو أنني كنشكر جزيل الشكر الساكنة تاع هاد الدواوير اللي أبانوا على واحد التضامن وعلى واحد الاتحاد منقطع النظير، بحيث واجهوا بشجاعة وقوة هاد النيران وتمكنوا من الحد من الزحف ديالها في مجموعة تاع البؤر، وتمكنوا من إنقاذ وحماية مجموعة من المنازل من الإتلاف. وأضيف لذلك أنه لا يمكن إنكار أيضا المجهودات الموازية اللي قامت بها السلطات المحلية بمختلف التخصصات ديالها، على سواء مثلا الدرك الملكي اللي كان دائما في المقدمة لإخراج الساكنة من الدواوير والإنقاذ ديالهم الحريق، رجال الوقاية المدنية، ثم القوات المساعدة، ثم الجيش، والمسؤولين، ولا ما ننساش على هذا المستوى مثلا التواجد بشكل يومي 24 ساعة تاع المسؤولين المحليين. وهنا اذكر على سبيل المثال السيد مصطفى المعزة اللي كان كيتواجد وكيعطي التوجيهات ديالو والنصائح ديالو، وكيتواصل مع الساكنة وكيطمئنهم.